السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف في برنامج فيديو سكرايب ازاي نضيف فونت جديد. تمام، فيديو سكرايب بتحط انت بعض الاشكال وهو بيبدأ يشوفهم ورا بعض. خلينا نشوف مثلا حاجة بسيطة زي كده. تمام، بتبدأ انت ترسم الحاجات ديت، هو بيبدأ يجيبها لك وبيبدأ كأنك انت اللي بترسمها، بيظهر لك ايد بترسم الحاجات دي، فاسلوبه ظريف يعني. تمام، عملنا بيه بعض الفيديوهات بنشرح فيه بعض الحاجات بالبيم وعجبت الناس الحمد لله. يعني لو احنا قلنا له ابدأ اشتغل بيبدأ يرسم كده. تمام، مجرد ان تكتب الكلمة هو بيبدأ يظهرها بالشكل ده. طيب خلينا نعمل واحدة جديدة وهبدأ اضيف اي كلمة انا عايزها، وليكن مثلا ويلكم. تمام، طيب عايز اخلي هنا الكلام اضيف فونت جديد. تمام، اضيف فونت جديد ازاي؟ باجي هنا الفونت واقول له ضيف لي فونت جديد للمشروع دوت. تمام، اختار مثلا حاجة زي ديت وعلم على عربيك واقول له ايه ابدأ اسحبها لي، فبيبدأ يعمل لي امبورت فونت في المشروع بتاعي. تمام، ويبدأ يدخل الحروف العربي ويبدأ يتعرف على الحروف العربي. يعني لو انت قصدك تكتب حروف عربي هو بيدخل حروف عربي، بس بتتبقى مشكلة الا وهي المسافات بين الاحرف. زي ما انتوا عارفين الحاجات اللاتينية والانجليزية والايطالية بيكتب بالحرف ومسافة وبيكتب حرف اللي بعديه، يعني دبليو مسافة، مش يعني نادرا المسافة من اسلوب اليد واللي هو الحاجات المشبكة، بينما اللغة العربية فيها الموضوع المشبك دوت، فهم ما حلوهاش او ما اهتموش بالحل. يعني ويلكم هتظهر كويس جدا. تمام، لو انت عملت واحدة جديدة تمام وقلت له مثلا مرحبا. تمام، انا كاتبها هو من غير مسافات واختار فونت عربي. تمام، تعالى اسف، هو بيقول لي سيف. هنا اقول له انا عايز اضيف مرحبا، وهنا تقدر تختار الفونت اللي انت عايزه وتقدر تضيف فونت جديد من هنا. اقول له اوكي. تمام، بص مرحبا عامله ازاي، خد كل حرف لوحده. تمام، فحتى الان دخلت على الموقع بتاع الشركه، حتى الان ما حلوش الموضوع دوت غير بحلول ما ينفعش ان انا اقولها. بيقول لك افتح برنامج معين وبعد كده حطها وبعد كده اقول له باص، قصه طويله. فحتى الان يعني مش لاقي حل مباشر. تمام، لما تيجي تشغل كده تقدر تغير حروف، ده القصد من الفيديو. العربي بيتكتب كده. طب لو انا عايز اعكس طريقه الكتابه ممكن اجي هنا واقول له ايه درو باكوردز، بدل ما هو بيكتب من الميم يكتب من الالف. تمام، ده احد الحلول. واي وقت تقدر تخش تعدل في الخطوط او تعدل في لون الخطوط زي ما انت عايز.